من زمان كان يسوع بيلف في البلاد يعلم الناس ازاي يحبوا ربنا ويكونوا كويسين مع بعض، وكان في ناس كتير بتسمع يسوع وبتتعلم من حكاياته، لكن كان في ناس مش بتفهمه ودايما بيسألوه. يسوع ايه اللي بتعمله ده؟ انت قاعد مع الخطاة، ازاي تقول انك معلم وان الله بعتك وانت بتتكلم مع العشرين؟ العشرين دول بياخدوا فلوس الضرايب مننا وبيدوها للامبراطور، واحنا سمعنا كمان انك بتاكل مع الناس دول مع انهم بعاد عن ربنا. انا متأكد ان ربنا ملوش دعوة بالناس دي، فليه انت بتصاحبهم؟ ربنا بيحب كل الناس. خلوني احكي لكم حكاية. كان مرة في راعي غنم عنده 100 خروف، وفي يوم تاه منهم خروف واحد. وفهمهم يسوع ازاي الراعي كان بيهتم بكل خروف عنده، وعشان كده قعد يدور ويدور في كل مكان. لغاية ما جه يوم ولقى فيه الخروف الضايع. ورجع بيه فرحان وعمل حفلة كبيرة لأنه لقى كل اللي كان ضايع منه. لكن يا يسوع، الراعي ده كان بيعمل الواجب اللي عليه. وأنا بقول لكم إن السماء بتفرح جدا بخاطي واحد يتوب ويرجع تاني لربنا أكتر من 99 واحد مش محتاجين للتوبة. وحكى لهم يسوع كمان عن ست كان عندها فلوس 10 دراهم. وفي يوم ضاع منها درهم واحد، وزعلت الست جدا لما اكتشفت ان الدرهم ضاع. وفضلت سهرانة طول الليل تدور عليه. ولما لقيته قالت لجيرانها: وفرحوا جدا لانها لقت اللي ضاع منها. وده شعور ربنا ناحية كل واحد فيكم، والملائكة في السماء بتفرح وتهلل لما اي واحد او واحدة يؤمنوا بربنا ويحبوا انهم يعيشوا معاه. لكن يا يسوع، في الحكايتين دول اللي ضاع من الراعي ولا الست دي كانت حاجات مهمة بالنسبة ليهم. وكل الخطاة وبالذات العشارين مش مهمين لانهم وحشين. طب في حكاية تاني. حكاية عن المحبة والغفران. كان مرة في راجل غني وكان عنده ولدين. وكان الأب بيعلم ولاده ازاي يهتموا بالشغل.
أشكرك يا ابني، لكن فين أخوك؟ أولادي. ومع إن الولدين كانوا مختلفين، لكن الأب كان بيحبهم قد بعض، وكان بيتمنى يشوفهم كبروا وبيساعدوا في الشغل. لكن لما كبر الولد الصغير كان بيحلم إنه يسافر لبلاد بعيدة، وما كانش عايز يفضل في بلد أبوه. وقرر إنه يسيب بيت أبوه ثاني يوم على طول. أبويا، أنا حلمت حلم عجيب امبارح. حلمت؟ حلمت إيه؟ حلمت إني كنت راكب أجمل حصان في المدينة. المدينة مكان جميل فعلا، لكن وكل الناس كانوا بيبصوا عليا لأني كنت لابس كويس وعندي فلوس كتيرة. طبعا، ما أنت كده فعلا. يا أبويا، الحقيقة إن الحياة هنا في البلد دي بتناسبك أنت، ولكن أنا لا، في حاجات تانية لازم أعملها وأماكن تانية عاوز أشوفها. أفهم من كده إنك هتسيب البيت؟ أيوة، أنت كنت دايما توعدني أنا وأخويا بالميراث، اديهوني. لكن ده عشان مستقبلك. من فضلك يا أبويا، اديني فلوسي دلوقتي، أنا لازم أشوف الدنيا ومن النهاردة. لكن الأب ما كانش عاوز ابنه يسيبه، لأنه كان بيحبه جدا. متشكر قوي يا ابويا، بقيت غني. ايه، لكن ده مش عادل، ما ينفعش ان اخويا ياخد نصيبه ويسيبنا كده. مادام هو عايز كده هو حر. ما تقلقش على شغلي يا ابويا، اخويا الكبير هيكون معاك. انا قلقان عليك، انت هتوحشني جدا. ما تقلقش عليا. أنا رايح أشوف الدنيا. ادعي لأخوك الصغير يا ابني، وما كانش قدام الأب غير إنه يتمنى إن يجي اليوم اللي يشوف فيه ابنه تاني. إيدي مش هتتوسخ ولا ظهري هيوجعني مادام مش هشتغل تاني. المدينة شكلها رائع. ودي كانت أول مرة يخرج فيها الابن الصغير للدنيا لوحده، وعشان كده كان بيشتري كل حاجة يشوفها. ودلوقتي ايه رأيك؟ كل اللي محتاجه ان الناس تشوفني راكب اجمل حصان. سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، تسعة وثلاثين، أربعين. مبروك عليك اجمل حصان في الاسطبل.
طبعا ما انا مستاهلش اقل من كده. ها انت محتاج البغل ده تاني؟ لا ده بيفكرني بايام زمان عند ابويا. لا هو دفع 40 درهم في الحصان، لكن انت بتساوي قد كده مرتين. الراجل ده مش عارف هو بيصرف فلوسه فين. انا هشتري حاجة تاني وانا ما يهمنيش ابدا يكون كمان وكام. لازم الناس تشوفني النهاردة راكب الحصان. يا ترى انت فين يا ابني؟ ابويا انا عديت كل حيوانات المزرعة. شكرا يا ابني انت تعبت نفسك. كنت بفكر دلوقتي في اخوك، انا متأكد انه وحشك زيي. وكان الابن الصغير عمال يصرف فلوسه ولسه ما اتعلمش الدرس. متهيألي تقوم بقى، في زباين تانية جايين. أنا آسف جدا يا بيه. إيه رأيك في المخدة دي؟ وما كانش بيفكر إلا في نفسه. سيداتي سادات، ودلوقتي هنقدم لكم القرد والقرادات. انت بقالك اسبوع في الفندق ده، ممكن تدفع الحساب؟ يعني كل اللي انت عاوزه الفلوس. فلوسك خلصت، اخرج من هنا. ده كمان دول بدل الفلوس اللي عليك. وفي الاخر لقى نفسه وحيد وجعان جدا. اعمل ايه دلوقتي؟ والاول مره في حياته اضطر انه يشحت عشان ياكل. لا ما عندناش اكل ببلاش. بقى جعان جدا ومحتاج يلاقي شغل، اي شغل، لكن الشغلانة الوحيدة اللي لقاها كانت اوحش شغلانة ممكن. استنوا، ده انتوا فعلا خنازير بصحيح. انا جعان جدا. Thank you.
متشكر يا صاحبي. ايه بس اللي انا بعمله ده؟ معقولة؟ اكل الخنازير كويس بس الخنازير مش ليا، عند ابويا. حتى العمال بيلاقوا مكان يناموا فيه واكل ياكلوه. انا جاتني فكرة، لازم ارجع البيت، بس بعد اللي انا عملته في ابويا مش ممكن ابدا يقبلني ابني ليه. طب وهقول له ايه بقى؟ ممكن يقبلني اشتغل عنده وما ارجعش ابدا اشحت الاكل بتاعي تاني. وقرر الابن انه يرجع بيت ابوه، وكله امل ان ابوه ما يطردوش. معقولة دي؟ ده رجع. يا سيدي ابنك رجع تاني. ابني رجع تاني. أخويا رجع تاني. دي كانت فكرة وحشة مني، أكيد أبويا مش هيطيق يشوفني. مين ده؟ أبويا جاي جري؟ يا ترى هيزعقلي؟ أنا آسف يا أبويا لأني سبت البيت، من فضلك اقبلني أشتغل عندك لأني ما استاهلش إني أكون ابنك. أهلا بيك يا ابني، أنا مبسوط إنك رجعت بالسلامة. معقول؟ يلا نعمل حفلة كبيرة. لكن يا أبويا أنا مش فاهم. هاتوا أكل كتير ولبسوه أحسن لبس. ابني رجع البيت تاني. لكن الأخ الكبير كان بيغير من أخوه الصغير. أوه ابعد من وشي. قل هي اليافطة كده عدلة؟ لا اليافطة مايلة، كل حاجة هنا مايلة. واحتفل الأب برجوع ابنه تاني للبيت. وعرف قد ايه ابوه بيحبه. شفت دماغي وسبت البيت، ضيعت فلوسي وتبت بعيد. لما لقيتني وحيد وشريك قلت ارجع لبيتي، والخلاني انا رجعت لبيتي من تاني بعد ما سبت ورحت بعيد. وابويا عامل الحفلة عشاني، انا رجعت البيت من تاني، انا رجعت البيت تاني. اللي غاب رجع تاني، اكلوا غنوا اغاني، وانا من فرحتي بغني ونسيت دموعي واحزاني. ابني رجع البيت من تاني بعد ما سابه وراح لبعيد، وانا الفرحة مش سيعاني. ابني رجع البيت من تاني، ابني رجع البيت تاني. سامحني ودي عامل حفلة دي عشان يفرحني. ابني رجع البيت من تاني بعد ما سابه وراح لبعيد، وانا الفرحة مش سيعاني. ابني رجع البيت من تاني، انا رجعت البيت من تاني.
فين أخوك؟ هو مش موجود معانا ليه؟ مش هتيجي حفلة أخوك؟ لا مش هاجي، عشان ده ظلم. يا بويا أنا بقالي سنين بساعدك وبشتغل وعمرك ما عملت لي حفلة، لكن لما أخويا الكسلان ده رجع البيت تاني عملت له حفلة كبيرة. شوف يا ابني، أي وقت عايز في حفلة هعملها لك. آه؟ أيوة، لأني بحبك جدا، لكن النهاردة عندنا مناسبة خاصة، أخوك رجع البيت تاني زي الشجرة دي اللي زرعتها وانتوا صغيرين. في الشتاء تلاقيها فاضية وتفتكر إنها ميتة، لكن في الربيع بتعيش من تاني، وأنا فرحان لأني افتكرت إن أخوك مات وهو حي، ودلوقتي هو رجع لنا بالسلامة. تعالى وافرح معانا. والأب ده زي ربنا، قلبه مليان دايما بالمحبة والغفران لكل واحد بيرجع له، ومهما كنا احنا مين او عملنا ايه ربنا دايما بيحبنا. لا احنا مش مقتنعين، حتى الفريسيين ربنا بيحبهم. وفضلوا الناس يسمعوا حكايات تاني من يسوع اليوم ده، وعرفوا قد ايه ربنا بيحب كل واحد وكل واحدة وكل الولاد والبنات الصغيرين.